مواقف ونوادر. حكي أن الحجاج أتي إليه بقوم من الخوارج وكان فيهم صديق له، فأمر بقتلهم إلا ذلك الصديق، فإنه عفى عنه وأطلقه ووصله. فرجع الرجل إلى قطري بن الفجاءة فقال له: عد إلى قتال عدو الله. فقال الرجل: هيهات. غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها، وأنشأ يقول: أقاتل الحجاج في سلطانه بيد تقر بأنها مولاته؟ إني إذن لأخو الدناءة والذي شهدت بأقبح فعله غدراته. ماذا أقول إذا وقفت إزاءه في الصف واحتجت له فعلاته؟ أأقول جار علي؟ لا، إني إذن لأحق من جارت عليه ولاته. وتحدث الأقوام أن صنائعا غرست لدي فحنظلت نخلاته. كان الحجاج بن يوسف الثقفي جالسا مع بعض الناس بمكة، فبينا كان يتحدث إذ سمع صوت أعرابي في الوادي رافعا صوته بالتلبية، فقال الحجاج: علي بالملبي. فأتي به فقال: من الرجل؟ قال: من أفناء الناس. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألتني؟ قال: من أي البلدان أنت؟ قال: من أهل اليمن. قال الحجاج: فكيف خلفت محمد بن يوسف، يعني أخاه؟ قال: خلفته عظيما جسيما خراجا ولاجا. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألتني؟ قال: كيف خلفت سيرته في الناس؟ قال: خلفته ظلوما غشوما عاصيا للخالق مطيعا للمخلوق. فازور من ذلك الحجاج وقال: ما أقدمك على هذا وأنت تعلم مكانته مني. فقال الأعرابي: أفتراه بمكانة منك أعز مني من مكانتي من الله تبارك وتعالى، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه؟ فوجم لها الحجاج ولم يعطي له جوابا حتى خرج الرجل بلا إذن. جلس شرف الدولة قرواش في مجلس سمر في ليلة شاتية مع وزيره سليمان بن فهد وحاجبه أبي جابر والمغني البرقعيدي، وكان معهم الشاعر ابن الزمكرم، فالتمس قرواش منه أن يمدحه ويهجو أصحابه، فقال ارتجالا: وليل كوجه البرقعيدي مظلم، وبرد أغانيه وطول قرونه، سريت ونومي فيه نوم مشرد كعقل سليمان بن فهد ودينه، على أولق فيه التفات كأنه أبو جابر في خبطه وجنونه، إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنى وجه قرواش وضوء جبينه. يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. فقال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه، ولم يأته من إرث أم ولا أبي. قال معاوية يوما لعمرو بن العاص: لي إليك حاجة. قال:
ولي إليك حاجة يا أمير المؤمنين. قال: تهب لي الوهط، وهي قرية بالطائف زرعها عمرو كروما، وكانت له قيمة جليلة. قال: هو لك يا أمير المؤمنين. قال معاوية: أذكر حاجتك. قال: حاجتي أن ترده عليّ.